قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، درس مختصر من غزوة الأحزاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الآيات التي تذكر سورة الأحزاب كثيرة زيادة عن هذا، ولكن هذا أهم مقطع نأخذه من هذه السورة لنعلق على غزوة الأحزاب وشبهها بما نحن فيه اليوم. المحرك لغزوة الأحزاب: أولا، الأحزاب المجموعات البشرية التي تحزبت كلها ضد المسلمين في المدينة المنورة، فجاءتهم يقاتلونهم في المدينة المنورة، وهذه الغزوة التي جاءوا فيها ودافع المسلمون عن أنفسهم ثم صرف الله المعتدين بغيظهم لم ينالوا خيرا، هذه تسمى غزوة الأحزاب. من هو المحرك للقتال في غزوة الأحزاب؟ الأمة العربية يا إخواني التي تعرفون وتسمعون عنها أنها مجموعة من القبائل المتناحرة المتقاتلة التي يقتل بعضها بعضا على النساء وعلى المال وعلى المواشي. لأول مرة في تاريخها تتجمع أمة واحدة، أمة عربية واحدة، عربية أم إسلامية، لأول مرة تتجمع الأمة العربية تحت قيادة أبي سفيان ليقاتل المسلمين في المدينة. فلا غرابة أن ترى بعضا من الدول العربية اليوم يشتغلون في الخفاء، لأنهم يخافوا من شعوبهم أن يظهروا كفرهم، ضد الإسلام وينفذون أوامر المتصهينين من أمريكا وغيرهم، حكام أمريكا وغيرهم، والذين يسيرون في فلك إسرائيل أو اليهود. اليهود يا إخواني، يهود بن النضير شكلوا وفدا وجاءوا إلى قريش ونصحوهم أن يقاتلوا المسلمين، ووعدوهم أن يدفعوا لهم مثل ما بدفع بعض أزناب اليهود وحمير اليهود إلى الذين يقفون في وجه الإسلام والمسلمين ويعيدونهم إلى خط القهر والديكتاتورية. فهؤلاء اليهود وعدوهم أن ينفقوا عليهم، يعطوهم مال، وسافر هذا الوفد اليهودي إلى الرياض، يعني إلى وسط الجزيرة العربية، بني حنيفة وغيرهم وغيرهم، وجمعوا الأحزاب ضد الإسلام. فهدفهم معروف، هو قتل المسلمين وإبادتهم. وأيضا المحرك اليوم يا إخواني للقتل في سوريا وفي مصر لمصلحة من؟ وإن كان قلت في حلقة سابقة أن بعض الناس يقتلون المسلمين ولا يدرون فيما يقتلونهم. لماذا؟ ما بيعرف، لا يدري أنه يعمل تحت إمرة راية اليهود أو تحت تنفيذ أمر يهودي أو لمصلحة اليهود، أو يقاتلنا ويقتلنا. ما أقول يقاتلنا، يقتلوننا، نحن نعتبر عزل من السلاح، يقتلوننا نيابة عليها، فهم حمير لليهود كما ذكرت مرارا. اليهود
من وراء هذا القتل الذي مقتل من أجله، ما في سبب آخر أبدا أبدا غير حماية اليهود. فقتلنا وقتل نسائنا وأطفالنا حتى نذل لأسوأ حكم جاء في عهد سوريا، وهو حكم هؤلاء المارقين المجرمين الدجالين الكافرين الخنازير الذين أعمالهم مثل أعمال أبناء القردة والخنازير بل هو أشد، قتالهم من أجل هذا، من أجل أن يخربوا بيوتنا وبنيتنا التحتية وشبابنا ونساءنا وأطفالنا حتى لا تقوم لنا قائمة بخمسين عاما فيطمئن اليهود في فلسطين. هذا هو السبب الأساسي. أما أمريكا فما مصلحتها بقتلنا؟ ما لا مصلحة، لا نحن عم نقاتلها ولن من القاعدة، ولكنهم بظلمهم وطغيانهم سينشئون قاعدة في كل مكان، وستكون هناك ردود فعل، وسيكرههم الناس وتضيع مصالحهم. فليتفهم شعوبهم هذا، ربما الشعوب لا تنتبه إلى هذا، ولكن حكامهم الصهيونيين هم الذين يعلمون أنهم ربما تضيع مصالحهم إذا كان الإسلام قام على العدالة بين الناس وبين الأمم، كما قال الله: خلقنا شعوبا وقبائل، خلق شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم للتعاون. ولكن هؤلاء لا يريدون التعاون، يريدون الاستعباد والمذلة وأن يأخذوا الأموال من عملائهم. أين منتجات البترول في العالم؟ تذهب إلى جيوب الرأسماليين في أوروبا وفي أمريكا، وشعوب العالم الإسلامي يعيشون في فقر مدقع. خيرات العالم الإسلامي في إفريقيا وفي غيرها من الذهب والكوبالت والمعادن الغالية النفيسة، والشعوب الإسلامية تعيش حالة فقر. فهم يتصورون أنهم فهلوية، لا يا أخي، لا. الشعوب تنام أو تتخدر فترة من الزمن ثم تتحرر من أهوائها وشهواتها وترجع، وسترجع بإذن الله إلى إله واحد أحد تجتمع حوله وتقف ضد الطغيان. نحن لا نمنع الشرق أو الغرب من تحقيق مصالحهم المشروعة المبنية على الخير والتبادل، لا، الإسلام لا يمنع ذلك، ولكن نحن لا نريد التسلط والسيطرة والاستعباد، وسنتحرر منه عاجلا أو آجلا، والله سينصر الحق على الباطل بإذن الله مهما طال الزمن، لأن وعد الله حق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، قلت لكم إن الأحزاب اللي حزبوهم في الفترة الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المسلمين في المدينة هم اليهود، وطافت الوفد اليهودي في أرض العرب وجمعوا جيشا عظيما بقيادة أبي سفيان الزعيم الأمة العربية. على ما توحد العرب؟ على الكفر ومحاربة الإسلام، وهم يسعون إلى ذلك منذ وقت طويل. أعداء الإسلام من الغرب والذين هم أذناب لليهود، فاليهود عندما أنشأوا جيوشا حول المسلمين، جيوشا ظاهرها جيوش مسلمين ولكنها جيوش يهودية تقتل المسلمين وتحمي اليهود. هل أدركتم قول من قال إن جيوش إسرائيل أو جيوش اليهود أكبر جيوش في العالم؟ نعم، لأنهم أنشأوا عملاء ينشئوا جيوش عقائدية، ولكن ليست على عقيدة التوحيد والحق والتحرير، إنما على عقيدة التسلط والظلم وتنفيذ مخططات اليهود السرية والجهلية. فاليهود تسعى إلى تحزيب الأحزاب ضد المسلمين بعملائها. المؤمنون عندما رأوا هذا في الصدر الأول ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. استسلموا لأمر الله وصدقوا وعده، علموا أن الله سبحانه وتعالى عندما يسلط على المسلمين عدوهم إنما هذا من أجل أن يرجعوا إلى الحق، فإذا رجعوا إلى الحق وتمسكوا به استطاعوا أن ينتصروا بنصر الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا قلة. فلتتصور يا أخي أن جيشا يسمونه الجيش الحر، وهذا الجيش تكون لا بشكل منتظم، كل واحد يهددونه أن يقتل المسلمين يهرب، فشاهد نفسه أنه سيقتل فصار يدافع عن الشعب،
فتكون الجيش. ما هذا الجيش؟ ماذا يوجد عنده؟ لم يكن عنده لا صواريخ ولا مضاد دبابات ولا شيء، ومع ذلك شيئا فشيء أصبح عنده كل شيء بإذن الله، إلا أنه لم يكتمل أمره، لأن الدول التي كانت تزعم أنها تؤازره ظهر أن بعضا منها خائن مجرم عميل لليهود بشكل مباشر أو غير مباشر. فبأمر أسياده منعنا من شراء السلاح، ما نريد أن نعطينا السلاح، منعنا من شراء السلاح. هكذا أصدر مجلس الظلم الأمن، الشعب ممنوع من السلاح حتى لا يدافع عن نفسه لمصلحة إسرائيل. وأما النظام الذي يقتلنا يمدونه بالسلاح، ليس السلاح الروسي فقط، لا، السلاح المعنوي الذين يفتحون له الطرق. يعلمون أيها المؤمنون، أيها الناس جميعا في الأرض، يعلمون أن النظام يقتل بالدبابات وبالطائرات، والأقمار الصناعية تكشف ذلك، ولم يتركوا سلاحا نستعمله، وقال عم بدرسوا الوضع، وهذا خط أحمر وهذا خط أصفر. كذبوا، كذب هؤلاء المفترون، يعلمون كل شيء عن قتلنا وعن دمائنا التي تسيل، ويقولون فاقد الشرعية ما له حق، نستنكر. استنكروا يا أخي، لا تستنكروا، اتركونا نأخذ حريتنا، نشتري السلاح وندافع عن أنفسنا. لا، هم أصدقاء، هنا سنرى وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأحزاب عرفوا أن هذه خطة الله في الكون وهذه سنة الله في الكون، أن يتحزب الكفر كله ويجتمع عليه. وفعلا في العصر الحاضر اليهود الذين هم أصحاب المصلحة من وراء هذا القتل وسائل وراق دمائنا، تكتل العالم كله، منهم بشكل مباشر ومنهم بشكل غير مباشر، يعطونا كلاما حسنا ولكنهم ينفذون ما يقوي ويحرض الظالم علينا حتى يقتلنا وتزداد سيلول الدماء. ويستنكر، استنكر المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله وأخزى عدوهم، وجاءت في ليلة شاتية رياحا قاسية وشديدة، وهزم الله الأحزاب وهزم جنود الأحزاب، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمنون عندما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا بالنصر وسننتصر. قال ابن عباس يعنون بقولهم وعدنا ما وعدنا الله ورسوله قول الله في سورة البقرة: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جاءهم نصر الله، إذن طالما هجمت الأعداء عليهم وهم من أجل دينهم لا من أجل شيء آخر، فهم مستمسكون بدينهم وسينصرهم الله. إذن علموا أن وعد الله بالنصر آت لا محالة، بخلاف المنافقين. ماذا كانوا يقولون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هجمت الأحزاب؟ نصر العالم كله، الجزيرة العربية كلها، العرب القومية كلها صارت ضد المسلمين في المدينة. جيش الأحزاب كان 12,000 ويزيد، 12,000 في ذاك الوقت يعني، وأهل المدينة كلهم نساء ورجال ومقاتلون كلهم ما بيقتل 3,000. فالمؤمنون قالوا لا، وعد الله سيتحقق وسينصر الله. أما المنافقون ماذا كانوا يقولون؟ قال الله تعالى في آية أخرى عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون، والمنافقون لقلوبهم مع يهود وظهرهم مع المسلمين، مثل الله المنافقين في القرن العشرين، قلوبهم وأفكارهم ودينهم يأخذونه من اليهود أو من حمير اليهود، ينفذون أوامر حمير اليهود، فهذا أسوأ، فهم حمير للحمير هذول المنافقين. وفي قلوبهم مرض شك، يعني الله بده ينصر الله في قيامة، ما في قيامة، ما مؤمن إيمان صحيح، في شك لسه، ما وصل درجة النفاق ولا وصل درجة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعدنا الله بالنصر؟ لا، هذا حتى غرنا. وين النصر؟ يقول قائل من المنافقين: أين النصر ونحن لا يجرؤ أحدنا أن يخرج ليتبرز، ليطلع على البادية يعني حتى يقضي حاجته، يتغوط، يقول يخاف، وين النصر؟ ونحن الآن يا إخواني ينام الإنسان في بيته في حلب أو في دمشق أو في كذا أو في كذا، ولا يدري أيصبح
أم يخصفه هذا المجرم الطاغية بتأييد أعوانه من أذناب اليهود وحميرهم، أم يقذفه بصاروخ، أم بمواد سامة، أم بالطيران، أم بالقذائف، فيموت هو وعياله لا يدري. ومع ذلك المؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله، إن متنا فنحن شهداء، وإن عشنا فالعاقبة للمتقين وسينصرنا الله. إذن المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما المؤمنون قالوا ما وعد هذا ما وعد الله ورسوله، وعدنا بالنصر، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بالله واستسلاما لأمر الله. استسلاما لأمر الله، عرفوا أن الذي يموت يموت شهيد ويموت بأجله، ما يستطيع يعيش أكثر من الأجل اللي عاشه، ولكنه مات شهيدا فاطمأن أنه في من أهل الجنة. والذي يعيش يبيننا الله سبحانه وتعالى بالآيات التالية، فمنهم من هؤلاء الصنف من الناس، فمنهم من قضى نحبه يعني مات شهيدا، ومنهم من ينتظر الشهادة، ما مات لكن ينتظر الشهادة. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمي أنس بن النضر لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه ذلك، يعني شلون ما حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم موقعة بدر ونال هذا الشرف العظيم. فقال عمه، يقول يروي عن عمه أنه يقول، فقال أول مشهد شهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال أنس فهاب أن يقول غير ذلك، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلقي في طريقه فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس، يعني أنس بن النضر، قال يا أبا عمرو أين، وين رايح، وين من الروح، واهل لريح الجنة إني أجده دون أحد، يعني أنا عم بشم ريح الجنة من عند أحد. قال فقاتلهم، قال الراوي وهو أنس بن مالك، قال فقاتلهم يعني عمه أنس بن النضر حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 بين ضربة، يعني ضربة سيف، وطعنة، يعني طعنة برمح، ورمية، يعني رمي بالسهم، 84 يعني 83 إلى 89 ضربة في جسمه كله. فقالت عمتي الربيع ابنة النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، تعرف له علامة بإصبعته، عرفته من علامته، شوه كله من ضرب والطعن والقتل. ولكن هذا الشهيد يا إخوان المدينات والله ما مات حتى أمات العشرات، هذه التضحية، هذا هو سمن الجنة. يقول أنس فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال كانوا يرون أنها نزلت في عمي أنس بن النضر وفي من كان على شاكلته. إذن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قاتلوا الفجار والظلام امتثالا لأمر الله، لم يقاتلوا من أجل السرقة، هؤلاء إذا ماتوا يموتون على الكفر، ما قتلوا من أجل فرعون، هؤلاء الذين يموتون يدخلون من النار هم وفرعون على رأسهم فرعون، ما قتلوا من أجل الجنس ليعتصموا النساء، هؤلاء لم يقاتلوا في سبيل الله سيذهبون إلى جهنم وبئس المصير. لأن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للشهرة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فانتبهوا أيها المقاتلون، بينكم وبين الموت ربما يكون لحظات رصاصة، فاحرصوا عن أن تموتوا في سبيل الله فتكونوا من أهل الجنة، واحذروا أن تموتوا في سبيل غير الله فتكونوا من أهل النار خالدين فيها. انتبهوا لأنفسكم. وفي الحياة لا يوجد إلا دين الحق الذي يسير فيه الإنسان مخلصا لله، ودين الباطل الذي يسير فيه الإنسان
ويسلك السلوك من أجل أهوائه أو من أجل هواء أو من أجل فلان، العيون فلان، لعيونك يا فلان بدنا نموت، أي موت لجهنم، سيرى ماذا يرى من عيونه. فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أنهم يبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، لا في سبيل شيء آخر، في سبيل دين الله، في سبيل علو كلمة الله، في سبيل إعزاز الحق، ولا يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل تقوية الطغاة والظلام على دين الله. وما بدلوا تبديلا، ما غيروا العهد الذي عاهدوا الله عليه أنهم يطيعونه ويقاتلون في سبيله. وهؤلاء هم المؤمنون، هذا الصنف. من هم الصنف الثاني الذي سيعذبهم الله؟ إذن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هؤلاء الصادقين سيجزيهم الله الجنة، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. يعذب ربنا تبارك وتعالى المنافقين الذين قضى الله أن يستمروا على نفاقهم إلى الموت فيدخلون النار كفار في أسوأ مكان في جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أو يتوب عليهم إذا شاء، يعني يترك لهم فرصة في الحياة، ربما اهتدى بعض منهم وتاب إلى الله توبة نصوحة وأخلص عمله لله تبارك وتعالى وتخلص من النفاق، فإن الله سبحانه وتعالى عندما صحح عقيدته وتحرر من العبودية لغير الله من اليهود وأسنابهم وغيرهم، هؤلاء يدخلون الجنة ويتوب الله عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. إذن ربنا يخلق هذه مسدته أن يخلق هذه الشدائد ويؤلب الكفار، فيتألب الكفار كلهم على المسلمون شرقا وغربا. هم يزعمون أن روسيا وفارس المجرمون فيهم هم الذين يعملون ضدنا، لا، كلهم والله يعملون ضدنا، لو لم يكن يعملون ضدنا لا نريد منهم شيئا، ولا نريد أن يدخلوا بلادنا ولا أن يقاتلوا معنا، لا، نريد أن يتركوا لنا الحرية، ولا يأمر عملاءهم أن يمنعوا عنا السلاح ويمنعون من شراء السلاح ولا يدخل السلاح إلى أيدينا. هؤلاء شركاء في قتلنا، هؤلاء شركاء في هذه الدماء التي تسيل، فهؤلاء الذين يمتثلون أوامر الكفار ويحاربوننا بالباطن وأن تظاهروا أنهم معنا، هؤلاء إن تابوا توبة نصوحة يغفر الله لهم، والله إن الله كان غفورا رحيما، وإلا فسيعذبهم عذابا أليما، لأنهم مجرمون في الأرض، مفسدون في الأرض. الحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.